يعطيكم العافية. معنا أحلى حدا في كلية الطب. يلا. يلا. شو مالك؟ ما بي شيء والله عادي. طيب. يلا قصي. بس ما تسألني هالأسئلة. مل إيش؟ ارتجال مقلنا. طيب ارتجال. آه من عندك. أنا هالأسئلة سألوني إياها. شوف الهاي سواها أحمد. يلا. يعطيكم العافية يا جماعة. معانا مقدمة البرنامج وأحلى يوتيوبر في العالم. إلنا ولا للسيارة؟ دكتور عبد الله. بعدنا نصور يا عمي مشان الله. يعني سلم عليه الدكتور ما سلم عليه. مش كاس تركب إيد سنتك. يلا يلا بس سؤال يعني. رجعنا لكم يا جماعة من جديد. معنا ملكة الدوبامين في الشرق الأوسط أفريقيا شمال الوطن العربي زهراء. زهراء حبيبتي الكل بالكلية. جد أنا نفسي ألاقي حدا ما بحبك يا زهراء بالكلية. بعدين معك خلاص بكثر الرجال. يا زلمة زهقت أنا خلاص. طب اصبري بس اتذكر كمان مرة شو الأسئلة. هاي هيك دائما بخلي احكي لي وين أوقف تقريبا هون هيك يمين شوي شمال كمان شمال وهاي عدلها يا أخي. ليش بدك تعدلها؟ قطعيف هي رح لها ليش تسوي نفسك؟ ترى كنت ناصح بس الواحد لما بالغربة فيش أكل الواحد يأكله. يا عيني انكسرت بعدين فيش مكانش ماي مصالي الواحد فاهم. أيوة. لا ما هو مصالي يأكل ولا ما يعرف يطبخ. أيوة. الله يرحم. أيوة. طيب تيست هاي بدلها توقع. تيست 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 بيطلع معوض يا معوض يا معوض يا ضحايا وهناك وفايا راح ضلها تطير. طيب ماشي دقيقة امسك المايك كويس. طب صعب انه امسك المايك واقعد اقلب فيهم. يلا اصبري بس نضبط ترتيب الأسئلة. أحكي اسمي زي جواز السفر ولا بس أحكي محمد سناوي؟ جد بحكي عشان بجواز السفر محطوط خلص أوكي. عشان أعرف اسمك. اقرأ السؤال جاوب عليه. ماشي. دقيقة لازم أتدرب على القراءة. أكثر مادة طبية استمتعت بدراستها. ماشي. بصير أحكي إنجليزي صح؟ يس. سايكو ولا لازم عربي؟ لازم يعني طبيب الناس. مشاهدين عندك شو السيستم؟ كل شيء والله. طيب محمد سناوي تيست ايش بس احكي اسمي وابلش وانت هو كمان رح ضلك وقت. طيب لما تروح ببلش احكي اسمي اول. اي اسمك لعد اسمي. طيب ماشي ماشي. محمد سناوي اكثر ماده طبيه استمتعت بدراستها. بصراحه انا اكثر شيء استمتعت فيه هو الطب النفس عشان بحب اتعلم عن امراض تبعون الطب النفس. كثير حبيت انه اتعلم كيف السايكوسيس والسكيزوفرينيا والجماعه هاي. احلى اسمعي مالنا مره بالعكس اعطيني عرب ايدل. معود يعني يا معود ايش يعني والله ما بعرف يا معود. هاي مو فقط اللبس. يلا البسها بمقلوبي. احلى الروتيشن بكلية الطب بالنسبة لك. غني لازم اعطي تفاصيل ولا اعطيها راب راب لازم اعطي تفاصيل ولا بدون تفاصيل؟ انت حر يعني خلص ماشي ماشي. محمد السناوي يلا يا ابني. طيب محمد سناوي مرحبا انا طالب طب سنه سادسه. ممكن اخذ منك هيستوري السيره المرضيه
أنو طابق ساكن؟ غني. وبحب الناس الرايقة. لازم هون بغني. خلاص. يلا مشان تقدم الكواليس. ما ما بغني. يلا أنا بغني. بس تحية. يلا ما بغني. هيا هيا. شو تحب تسمع؟ بيروز. خلص خلص بعد لازم نحرك الكاميرا. ليش وين يريد يركض؟ بدي صف. وين يصف؟ هون أو هون. إحنا بدنا نصور. خلي يروح يصف مكان ثاني. خلص بتعطينا صف الشيء بصف. شنو إحنا؟ خلص لو سيارة. طب خلصنا. خلص كيف تضلك تاخدي مني فيوز و... لا والله. استنى شوي. خلي أطق صور. كيف تسوينا هاي؟ بأخذ سكرين شوت من الفيديو. علقت الاغنيه براسي والله مش فاهم انه عندي لدي كيف الاغنيه بضلها والله بضلها بخي هلا يعني انا بكون هاي وين جبتي بكون قاعد بفكر في شيء بكون في اغنيه بالباك جراوند شو هي بحب الناس الرايقه يلا اليوم لكم تضحك على طول يلا يلا تشيرز ماشي شو اسمه فالمهم لازم احكي اي شيء يطلع معي What up guys? والله؟ اوكي. ماشي بس ناخذ. تعرف شغلات اكثر لما تشوف مرضى يعني Can we repeat it? هيك عادي. هذولاك ما تحطيهم كواليس اللي حكيتهم هسا. أعطيني. بسم الله بسم الله. بس لا تحرك الكاميرا الله يخليك يلا ندمت انك درست طب اجاوب صار لي سنه كاتبه الاسئله هاي احفظها اوكي زهره خلاص يلا وشخصين ما تعلمت هو نفس الجواب انا ما اعرف ليش حاطه سؤالي لا هايد هايد أنا أكره ما عليه من اللي دا صور يقول لي عين يجبنا قتلة بصراحة الكل دا ينتظر أجوبتي كل المشاهدين الواقفين الكل دا ينتظر أجوبتي هل طلاب الطب أكثر مادة طبية استمتعت أكو واحد ورايا يلا خشمي حكمي خشمي حكمي والله يسوي له يلا كلية الطب شوفوا أني ما جاوب واحد يبقى علي وراك يبقى علي ايه يلا حلوة هاي عجبتني بس 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 البر والتقوى من العمل ما ترضى الله احكي اسمك انا اعمل لك احكي اسمي لا امي اسمها كامل يلا اسمك عبد الله حمد رو ريلاكس انت متعود على هيك اكبر من هيك شغلات الطلاب اقرا السؤال يلا تمام طب احكي اسمي خلص حكيت اسمك خليني هون سيدك ها بالله عليك يا حياة الله حاولت لك احلى معلش معلش
قبل؟ لا لا لا. طب انا بس تيست تيست أمجد عبدين. وين الكات؟ إيش كات؟ آه بس أول مرة. لا خلص بس أول مرة. بس أول مرة. طلع لسانك. رجع رجع. الله. تيست تيست صوتك كمان شوية. تيست اوكي. هل طلاب الطب مغرورين ولماذا؟ أحمد اتوقع. الله يهديك يا احمد. انت في المقابلة يا عيني. ايش اعمل؟ اقرا السؤال اجاوب؟ طب هيك ولا اسوي حبه؟ ايش او شو بحكي اسمه؟ احكي شيء احكي اسمي ولا ما في داعي؟ تست تست. No, let's go. طيب وسبب تسميتك روبي؟ هو نفسه الياقوت حجر كريم. سمته ستي سمتني روبي يعني. يلا محظوظة. ثانك يو. وهيك انتهينا من الأسئلة وتمنى لك كل التوفيق. شكرا يو تو. ثانك يو. بدنا بيت بوكس بس شوي. لو سمحتي يعني صح؟ أنت بتعرفي تغني؟ I wish I was that talented. See you later.